شوي ونعمل على تفهمكم. فقط فما حاجة مهمة على الأخر باسمي وباسم العائلة، كنت سمح لي ماما من غادي. نحب نشكر الناس، هو ما نعرف اللي ساعات ما معناها ما فهميش الشكر، لكن واجب الشكر. الناس اللي طلعت في الكيران وهبطت 400 كيلومتر الجبس في نصف نهار في 40 سخانة باش تمشي وتدفن ولدنا ولدكم ولد تونس ياسر محبة. تحب نشكر الناس اللي هزت التليفون وعزتنا من كل بلدان العالم. نحب نشكر الناس اللي بكت على فقدان ياسر. شكرا وبارك الله فيكم. وحنا نقولوا منجوكم في عزيز. ومرة أخرى بارك الله فيكم اللي تحملتوا السخانة وتعب المسافة وتعب الطريق وجيتوا بحذانا الجابس في تشينة ياسر جرادي. يعطيكم الصحة. شكرا. هو وحنين نقول وحنين ولا محال. هو من التسميات اللي كانت تتقال ياسر جرادي هو الشيخ الصغير. دونك ومن احلى ما غنى الشيخ هو عيون الكلام، وما خيرش من نختتمه ب حاجه من نتاعنا احنا نتاع عيون الكلام. ولكن في الاثناء فما فنان قدم هديه في شكل سيره ذاتيه وتابلو موجوده في بهو قاعه ثقافه بن رشيق. عائله ياسر ولا شكون المعني ينجم يسلمها. شكرا. دونك الكلمه لمجموعه عيون الكلام. أحلاكم. عيون الكلام ما نستش نتكلموا برشا، باش نحاولوا نغنوا شويه بحكم الوقت، باش نخدموا غنيتين غنيه نتفكروا فيها مع بعضنا اصحابنا وحبابنا وولادنا في فلسطين، وغنيه عمل كلمات للشاعر ياسين الرواتبي وحضرناه بالذمه.
حكم الوقت باش تكون فيه بارتي مسجله باش نسمعوها مسجله وفي نفس الوقت باش نسحبوهم احنا في الليل. بارتي مسجله موسيقيه. مسجله موسيقيه يعني. لا اصواتكم مش مسجله. طيب وعليك كتب 15 عام التالي على أطفال الحجارة وقال اللي الحجر يتمنى يكون رصاص وعندما أصبح الحجر رصاص في دين المقاومة أضاف مقطع ثاني طيب وعليك باش نسمعوه ونكتشفوه مع بعضنا لأن المقطع الأول عنده 15 ولا 20 عام والمقطع الثاني عنده تقريبا شهر. علاش هيك تمشي على غفلة وتخلي غناية بلا قفلة علاش مشيت وما قلتليش ما نقول لك ما تمشيش حتى الحلمة تربي الريش ويا جيتارة ما تخافيش هذه موسيقى مسجلة
Gracias.